وللمزيد من النقاش حول الحل النهائي في سوريا وعمل لجنة صياغة الدستور ينضم إلينا الأستاذ أحمد كامل الكاتب الصحفي السوري عبر سكايب من إسطنبول. مرحبا بك معنا. مرحبا. وفق تصريح أعضاء المعارضة باللجنة الدستورية فإن المجتمع الدولي قد لا يعترف بشرعية الانتخابات المقبلة، لماذا يصر النظام على إجراء الانتخابات وفق دستور 2012؟ واضح لأنه لا يريد انتقال سياسي، لا يريد منح الشعب السوري ولا واحد بالمئة ولا واحد بالألف ولا واحد بالمليون من الحقوق الآدمية الحقوق الأساسية للبشر. هو نظام أقلوي مغتصب للسلطة استعبادي يستعبد الشعب السوري واستجلب إلى سوريا لكي يبقى في السلطة، هو ومجموعته الأقلية العلوية لكي تبقى في السلطة. استجلبت إيران وحزب الله اللبناني وكتائب شيعية أفغانية وباكستانية وعراقية، واستجلبت روسيا إلى هذا الحد. هذه الأقلية تشكل خطرا على وجود سوريا، هذا السلوك الأقلوي يشكل خطرا على سوريا. وطبعا عضو اللجنة الدستورية معه حق ولكنه يشتغل كمحلل سياسي، هذا الكلام يقوله محلل سياسي ولا يقوله رجل سياسة. رجل السياسة يبحث عن حل آخر، لا يقول أن النظام لا يريد حلا سياسيا، يقر بأن النظام لا يريد حلا سياسيا فيبحث هو عن حل آخر. نعم. طيب إذا كانت اللجنة الدستورية لا تستطيع الضغط من أجل إجراء الانتخابات بموجب دستور جديد وفق المخرجات المتفق عليها للحل النهائي، فلماذا لا تنسحب من المباحثات أو تبحث عن أسلوب آخر للمعارضة؟ لأنهم متمسكون بالكراسي الوهمية، لأنهم أناس سيئون جدا، لأنه الشعب السوري لم يختارهم. الشعب السوري لم يختار هؤلاء، وإنما اختارتهم منصة قاد، واختارهم ديماستورا، واختارتهم روسيا، واختارهم النظام المصري. لم يختار الشعب السوري هؤلاء الذين يزعمون بأنهم يمثلون الشعب السوري. وهنا المشكلة، النظام في جنيف يتفاوض مع نفسه، لا يوجد مفاوضات حقيقية ولا يوجد نية حقيقية لإجل سياسي، وعلى الشعب السوري أن يفتش عن حلول أخرى. هذا الطريق مسدود، النظام غير قابل للإصلاح وغير قابل مطلقا إلا تحت التهديد بالقوة أن يقبل حلا سياسيا يتنازل فيه عن حقوق الشعب السوري. وهذا يحيلنا للسؤال عن الخيارات المتاحة أمام المعارضة في ظل هذه الضغوط التي تمارس عليها، وهنا لا نتحدث عن ضغوط دولية وإقليمية ولا حتى من النظام، لكن شعبيا بتراجع شعبية الائتلاف المعارض. الذي يمثل المعارضة الآن ليس الائتلاف وإنما هيئة الرياض. نعم. الهيئة العليا للمفاوضات. هناك الضغط الاقتصادي يؤثر كثيرا على النظام، والعملة السورية فقدت 80% في السنة الماضية من قيمتها، لم تفقد 200% لأنه لا يوجد عملة تفقد 200%، إذا فقدت العملة 100% من قيمتها تصبح صفر لا قيمة لها. أما التراجع فهو ضمن كل تراجع لقيمة العملة هو تحت 100%، وهذه خسارة هائلة كبيرة جدا. الوضع الاقتصادي صعب للغاية، الجنود الذين يقتلون من أجل النظام الطائفي السوري الأقلوي السوري يقتلون من أجل 18 دولار بالشهر فقط، المواد الأساسية غير متوفرة، والحياة تكاد تكون مستحيلة في المناطق التي يوجد فيها النظام. والنظام السوري موجود في نصف سوريا فقط، في النصف الفقير والمدمر من سوريا، النصف الآخر موجود في العصابات الانفصالية الكردية والقوات الأمريكية والقوات الفرنسية والبريطانية. فالنظام موجود في نصف سوريا فقط، في النصف المدمر. نعم. والفقير من سوريا، والعقوبات الاقتصادية تؤتي نتيجة ليست قليلة أبدا. في إطار الحديث عن الضغوط ومنها الاقتصادية، رئيس الائتلاف المعارض نصر الحريري يقول إنه نظام الأسد مصر على بدء عملية عسكرية في إدلب، كيف ترى هذه المحاولة؟ هل هي لخلط الأوراق مثلا؟ لأنه يريد أن يسيطر على كل سوريا، يريد أن لا يبقى ولا قطعة في سوريا يعيش فيها العرب السنة بدون قصف وبدون استعباد. المناطق اللي فيها الجيش السوري الحر واللي فيها الجيش التركي تعادل 15,000 كيلومتر مربع في شمال وشمال غرب سوريا، هي المناطق الوحيدة التي يستطيع فيها السوريون
أن يعيشوا بحياة البشر الطبيعيين ولا يقصفون ولا يحكمهم النظام الأقلوي. السوريون أقصد العرب السنة، لأنه باقي السوريين لا يتعرضون للإبادة ولا يتعرضون للقصف ولا للكيماوي ولا للتهجير. هناك جريمة بمكون واحد فقط في سوريا، العرب المسلمون السنة، وطبعا التركمان المسلمون السنة. ولذلك النظام والروس لا يريدون أن تبقى هذه المناطق حرة، يريدون الحصول عليها، ولكن التوازنات ما بين روسيا وما بين تركيا هي التي تحمي هذه المناطق. طيب أستاذ أحمد، إذا كان كما تفضلت يعني وكما هو معروف أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى تحييد نظام الأسد ويعني إبعاده عن الحكم، كيف يمكن للمعارضة الاستفادة من ذلك؟ يجب أن تتوحد، يجب أن تعود لحمل السلاح، لأن هذا النظام لا يفهم إلا بحمل السلاح. يجب أن نقاوم المحتلين الأجانب الإيرانيين واللبنانيين وللأسف العراقيين، لأنه في عصابات طائفية شيعية عراقية تحتل بلدنا، يجب أن نقاومها. والأفغانية اللي ذكرتوها قبل قليل، فاطميون وزينبيون اللي هن باكستانيين، يجب أن نقاومهم. يعني من المحال أن يفهم هؤلاء بلغة الحوار وبلغة القانون وبلغة حقوق الإنسان، فيجب الرد عليهم باللغة التي يفهمونها. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد كامل، الكاتب الصحفي السوري، عبر سكايب من إسطنبول.